السلام عليكم البنات، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية جيدة، ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير أم وسيم. وصفتنا اليوم حبوباتي طاجين الكباب. هذا الطاجين أصله عاصمي وما فيهش مقادير بزاف، ويجي بنين وسريع التحضير. ودرك تشوفوا معايا واش نحتاجو. هنا غادي نحتاجو 3 مغسو تاع دجاج على حسب الامكانيات تاعكم والافراد العائله. شللته بالماء والخل، وعندنا معاه حميصه مشمخه مشي طايبه باسكو غادي نطيبها في لاكوكوت، وعندنا معاها شويه تاع المعدنوس كما كنتو تشوفوا البنات، وترافق معاها شويه تاع الملح وعود قرفه وشويه تاع الكركم وشويه تاع تاني نص مغرف تاع الفلفل الاسود، وبطبيعه الحال نص مغرفه صغيره تاع سكر جبي يتماشى لنا مع الدجاج. وعندنا معها حبه بصله كبيره مرابيتها، وزوج ورق رند، وزوج فصوص ثوم. هنا غادي نجيبو كوكو تاعنا، نديرو نص مغرفه زبده شويه تاع الزيت، ونقلو الدجاج من بعد البصل. هنا بعد ما تقلينا الدجاج بيان نزيدو لي زيبيس تاعنا. ميم كي تقلو الدجاج بيان الريحة تاعو البنة هاديك تخرج، شمو الريحة بلي المرق تاعكم ولا الطاجي تاعكم غادي يجي حلو في الديبي. فوالا نزيدو العود على القرفة تاعنا والكركم والفلفل الأسود، نزيدو السكنجبير، الحميصة تاعنا، فوالا، ونزيدو المعدنوس، وهنا نزيدو نص مغرفة تاع الملح، مشي مليانة، باش متجيناش مالح، فوالا، نزيدو الماء. غير يتغطى لنا هذاك الدجاج ونحبسو التمرات. تقوم بلي هذا الطاجين ما يستحقش الصوص تكون كبيره. فوالا فوالا البنات، انا راني قليت هنا لي فخيت، سي بون راني قليتهم عادي. هنا الدجاج تاعنا راني نحيته وقليته في الزبده وفي الزيت، راني قليته ديجا. وهنا عندي البيض والمعدنوس اللي بقالي، ميلونجيه بيان ونديرو شويه ملح، البيض لازم حقه تاع الملح. فوالا نديرو شويه تاع الفلفل الاسود غير شويه، وهي الوصفه الاصليه يديرو هنايا عصره تاع الليمون. فوالا البنات، هنا لي فخيت تاعنا نديرهم في الطاجين ولا مقلات ولا نيمبورت كوا. فوالا ونسحقو هذيك لاصوص تاعنا بلونش، المرقة جاتني عاقلة وشابة. نديرو البيض تاعنا، فوالا فوالا، هاد الوصفة بنينة والله غير تشهي. نديرو لها نبلعو ليها هكا باش هداك البخار يطيب في البخار تاعها. فوالا فوالا، خلوها هكا تجمد، الريحة تاعها تشهي. هو الطبق تاعنا راه وجد، شوفوا واحد اللذة واحد الريحة راهي هنايا، ما تأمنوش عقلكم. نتمنى تجربوه في بيوتكم ان شاء الله وتفرحوا العائلة تاعكم. هذا طبق تراديسيونيل، اللي ما تبغيش المعلومة اللي ما تبغوش يخلوه ناشف ما يدوش عليه البيض،
ما يخلوه نورمال بالمرق تاعه، يديروا البطاطا تاعهم في لوتو والمرق تاعهم هذاك الابيض، ويديروا الدجاج في الوسط ونورمال. وشهية طيبة، وشهيتكم في الجنة إن شاء الله، إن شاء الله تجربوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.